لا سي فؤاد، هو انه انا تنضيع بزاف ديال الوقت في الضحك. بالعكس خاصنا واحد الوقت الا بغينا يعني نرتقيوا لمستوى عالي خاصنا شويه ديال الجديه. الا ما ضغطناش على نفسنا ما يمكنش يعني نرتقيوا يعني المستويات اللي هي عاليه. وبالتالي انا دائما حبيت حتى على نفسي كنبدا من نفسي ولا اللاعبين ولا الفريق بما فيه المصلحه ديال المجموعه، وانا خاصنا نشتغلوا كل واحد خاصو يبذل هذاك المجهود اللي هو مطلوب باش نرتقي فرديا وجماعيا يعني المستوى اللي هو افضل.